السلام عليكم اصدقائي احبائي على قناة اسلام صالح شيف سالح عبيدي. اليوم راح اسوي لكم فطور صباحي بمكونات جدا سهلة وتوفر بكل بيت وكلش طيب. هذا الفطور عراقي وانا كلش احبه. فيلا خلينا على المكونات. خليكم وياي اصدقائي. المكونات جدا سهلة وبسيطة. نحتاج لحم مفروم، لحم بقر، لحم غنم، شو تريدون نحطه حطوا عادي يعني. اربع بيضات اصدقائي، كرفس معدنوس عفوا هنا اللي هو البقدونس، وعندنا هنا بالاضافه للخيار، فلفل الوان وطماطايه. نحتاج ايضا جبن، هذا اختياري انتم كيفكم تريدون تحطوه تريدون ما تحطوه. زين عندنا هنا فلفل اسود، ونحتاج الى الملح، وبالاضافه للزيت قليل من الزيت نحطه، والمي ايضا احتاجه. فهي المكونات قدامكم، يلا خليكم ويانا يعني. اصدقائي هسه حاليا بعد ما ثرمنا الفلفل والطماطم ثرمتهم مكعبات ناعمه. طبعا اذا عندكم بصل تحطون بصل ايضا وياها تصير معنا طيب، بس انا عندي يوسف ما ياكل بصل فلذلك لقيت البصل اليوم. زين ان شاء الله الطباخ هذا الطباخ الجديد اللي ما شاف الحلقه مالته خليه يشوفه، طباخ رهيب. فاتمنى تشوفوا الحلقه مالته اليوم بشغلات كلش حلوه وسريع ميزري شيء رهيب. هذا الطباخ نخلي شويه هنا اصدقائي الزيت، طبعا هو معسل على الطباخ. شو نسوي؟ نحضر هنا بهلتنا اللحم، بس احنا بعد شوي اكثر الزيت على مود نبلش باللحم راسه مباشره. فيلا خليكم معنا. وهسه اصدقائي الزيت حلو عندنا، نحط اول شغله اللحم. اصدقائي طبعا هواي ناس راح يسالون يقولون ليش ما سلكت اول شيء؟ طبعا اذا طاوه حاره ماكو داعي ينسلك، يعني هو راح يتقلى على السريع. شلون الكباب الشوي؟ نفس الشيء، الكباب الشوي على الفحم بدون سلك راسا يستوي. فاتمنى تجربون هاي الطريقه انتم وشو راح تشوفون الطعم يفرق عندكم، وتظل المكونات طعم اللحم يظل بيه يعني كلش طيب ايش قد ما تتصورون. اصدقائي بعد ما قلناه شوف شلون شوية قلة تعرفنا فيه، نجيب الطماطة والفلفل كله شوية نقلة. حط شوية ملح. وشوية فلفل اسود. هنا اصدقائي ايضا نستمر بالتحريك، واهم شيء النار تكون عاليه يعني على مود يستوي على السريع. بس اصدقائي بعد ما خليناه شويه يتقلى نجيب نحضر البيض. نحط له شويه رشه ملح خفيفه اصدقائي. فلفل اسود ماكو داعي لان انا حطيت هنا فلفل اسود. بس شو اسوي؟ احط شويه مي وياه. مي ويا اصدقائي ليش على مود دايت بس هنا يعطي زهره. ونخلطها بهالطريقه. هنا اصدقائي نحط البيض ويا ملح فقط، لان فلفل اسود انا حطيت بالطبخه، فانتوا ظلت بعد بكيفكم. نجيب البيض بكل سهوله نحطه. اصدقائي بعد ما حطيته شو تسوون؟ تنصون النار تحطوها يعني وسط وتغطوها. هسه ننتظرها شويه تستوي ونرجع لكم. خليكم وياي. هنا اصدقائي بين ما خلينا الاكل بين ما يستوي شو نسوي؟ نحضر زينه شويه على السريع. يعني عندنا فلفل هذا احمر، فلفل اخضر، نقص خياره. بهالشكل راح اعلمكم شلون نسوي الزينه مالتها. وحده رفيعه وحده صغيره، وحده رفيعه وحده صغيره. بقى شلون اقصها؟ رفيعه صغيره يعني رفيعه ثخينه، رفيعه ثخينه. فهاي ليش اصدقائي عمود اسوي بيها زينه؟ شوف شلون نطبقها تصير عندنا مثل الورده. في الزيكور حلو هيك، تعرفوا يعني العين تاكل قبل الحلق مثل ما يقولون بالعراقي. فهنا اصدقائي طبعا طماطم تقدرون تحطون وياها ايضا. هاي الشغلات بعد كلها تبقى انتم يمكم. اصدقائي بعد ما البيض صار عندنا شلون صار؟ شو نسوي هسه؟ نجيب هذا الجبن هنا فيه.
هذا جبن متوفر نحطه هنا الا مو طبيعي رجع حطه شوي انتظرها نصي النار عليها شوي انتظر لحد ما الجبن انه ينزل يتغلغل بيها وهسه اصدقائي اكلتنا صارت شوفوا شلونها يو 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 حركه شويه من هنا وهسه اصدقائي هاي الشكشوكه مالتنا حط لها هنا شويه توست توست من هنا هذا التوست اصدقائي حط له هنا شويه رفس اذا تحبون شويه منا شويه من هنا بالاضافه الى اللون شويه منا حط لها لون شويه منا ايضا لون حتى شنو التجماليه للطبق اكثر واكثر اذا تريدون تحطون طماطايه هنا بلت يمكم وهذا اصدقائي طبقنا لهذا اليوم شلونه هسه نذوقه للطبق لازم اصدقائي العين شفنا ذوقه هاي هسه بدات تذوق طبعا الشاي وياه على قولة يوسف ابوقه ابوقه يوسف يقول ابوقه وهاي اصدقائي هنا طبعا ليلو هنا دمرتها ليلو مالتي نضمها هنا ريموتات وهسه نذوق اصدقائي نقول بسم الله شوف شلون قالب بيتزا لو مو بيتزا بيتزا والله باعوها خلي احطها هنا بالتوست ونقول بسم الله اوب روقعت يلا نقول بسم الله والله تفوزكم شو مطيني خلاني احكم انت ما يصير بس تاكل وانت تحكم ها خدت مبلع وهاي اللي ما انتي حلوه هي ياكل باعوها طبعا اشيدها كلش طيبه اتمنى تجربوها اصدقائي لا تنسون الاشتراك بقناتي وبقناه زوجتي ام يوسف عليها قناه اسمها نور وسنان موجوده بصندوق الوصف مربعات صغار راح تطلع لكم هسه واحد عندهم فيديو مالته واحد عندي فيديوهات قديمه اتمنى تشوفوها كل شيء عندي اكلات وان شاء الله لكم اشتركوا بقناتي اهم شيء اشتركوا بقناتي اهم شيء طبعا يلا تحياتنا لكم شيف سنان العبيدي من المانيا مع الف سلامه